الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الرابعة اللي هي المجاميع النباتية للنباتات المائية، أو بالأحرى هي هذه النباتات المائية أنا كيف أقسمها إلى مجاميع. تقسم النباتات المائية إلى ثلاث مجاميع بيئية رئيسية اعتمادا على موقع أعضائها الخضرية من سطح الماء. اللي أعضائها الخضرية هي شنو هي؟ اللي هي الأوراق والسيكان وباقي النبتة. هذا أسميه الأعضاء الخضرية، اللي الجزء الخارجي اللي الجزء اللي بارز فوق سطح التربة من النبات. هذه ممكن أقسمها إلى ثلاثة مجاميع. أول شيء النباتات الغاطسة submerged plant، والنباتات الطافية floating plant، والنباتات الظاهرة أو البارزة emergent plant. طبعا المصطلحات ضرورية، يعني ما هي submerged plant؟ هل هي نباتات طافية أم غاطسة أم بارزة أم نباتات ضفاف؟ فالمفروض أن هذه المصطلحات تنحفظ. بالنسبة للنباتات البارزة، ما هو تعريفها؟ تعريفها هو هي النباتات التي تنمو كليا تحت سطح الماء، التي تنمو كليا تحت سطح الماء. يعني أنا عندي نهر أو بحر، هذه النبتة تكون داخل سطح الماء، وإذا ظهر من عدها راح يظهر من عدها سوى الأزهار أو قد تكون بعض الأوراق. هنا شلون يكون شكل الأوراق؟ أنا من أقول نباتات غاطسة، إذا هذه الأوراق لازم ما تكون أوراقها عريضة وكبيرة. ليش؟ لأنه هي راح تكون مقيدة بالتيارات المائية اللي راح المفروض سواء كان التيار المائي عالي أو واطي. فإذا هنا الأوراق النباتية راح تأخذ تكيفات معينة خصوصا الغاطسة. ليش؟ لأن هي متحكمة أنه هذا الماء لازم أنه يمر بسهولة خلال الورقة، مو أن الورقة تكون كبيرة الحجم ويصير أنه بصعوبة بأنه الجريان يصير بشكل طبيعي، وخصوصا إذا كانت هذه النباتات بشكل أعداد كبيرة. لذلك فإن أوراقها شو تكون؟ أوراقها تكون شريطية رفيعة أو خيطية طويلة، وأكثر الأحيان هي تكون أوراقها مجزأة إلى أجزاء صغيرة، يعني تكون ذات أجزاء صغيرة ورفيعة، وحتى شكل الورقة مرات يكون صغير ورفيع. هنا التلقيح عادة راح يكون بواسطة الماء، بما أنه هي نباتات غاطسة. نباتات غاطسة يمكن أن أقسم هذه المجموعة إلى قسمين. أولا نباتات غاطسة وثابتة في قعر بواسطة جذور. النباتات الحاوية المثبتة بالقاعد بواسطة جذور، هذه أسميها كما هو الحال في نبات الخويصة فالسنيريا سبايريليس أحفظه، وأنواع من البوتاميجيتون مثل بوتاميجيتون باكتيناتس أيضا أحفظ هذه المصطلحات. نباتات غاطسة تحت سطح الماء ولكنها غير مثبتة بالقاع بواسطة جذور لعدم احتوائها على جذور، مثل نبات الشمبولان سيراتوفيلم ديميرزم سيراتوفيلم دميرزا. إذا قسمتها إلى مجموعتين، يا أما تكون غاطسة وتحتوي على جذور مثل البارسنيريا، أو غاطسة ما تحتوي على جذور مثل السيراتوفيلم. ثانيا نباتات الطافية، وأيضا راح أقسمها إلى قسمين، نباتات طافية طليقة. بالإضافة بالبداية شنو هي هاي النباتات؟ هي النباتات اللي تكون جميع أعضائها الخضرية طافية على سطح الماء، وتكون يا أما نباتات طافية طليقة free floating طافية طليقة، وهي عبارة عن تكون أجسامها صغيرة عديمة الجذور والسيقان والأوراق الحقيقية، ولكن إن احتوت فإنها تحتوي على أشباه جذور أو جذور بسيطة، وهذه من شكلها يكون طليقة فوق سطح الماء. يعني ما إحنا قلنا هي ما بها جذور، إذا راح تكون طليقة على سطح الماء وتمتثل ويا تيارات الماء، مثل ما مثل عدس اللمنة، عدس الماء اللمنة ماينر أو لمنة جبة والسالفينيا الغزي سالفينيا ناتانس والولفيا والريكسيا والأزولا، كلهم هذول النباتات يعتبرون طافين من نوع الطافية الطليقة. ثانيا احنا قلنا اكو نوع ثاني من النباتات يكون بجذور، نباتات الطافية الثابتة في الأوراق، وهي نباتات ذات جذور مغروسة بالقاع. من أهم النباتات التابعة لها هو النمفية أو نمفية ألبا، نمفويدس أنديكا، أي نوع من النمفويدس فيكتوريا، كلها هذه نباتات مثبتة بالقاع. النوع الثالث من النباتات هو النباتات الظاهرة أو البارزة.
إذن النباتات الظاهرة أو البارزة، إحنا قلنا من صفة النباتات المائية إنها تكون قريبة من سطح الماء، لذلك فهذه النباتات تكون جميع أجزائها خارج سطح الماء ولها القدرة على رفع أوراقها دون مساعدة الماء، ويمكن اعتمادها حتى يكون اعتماد جزئي، ويمكن في مراحل النمو الأولى فقط تعتمد على الماء مثل النبات البردي والقصب. هذا بالنسبة للتقسيم الأول. إذا قلنا كيف تقسم النباتات حسب الأعضاء الفضرية مع الشرح، راح يكون نباتات غاطسة، نباتات طافية، ونباتات ظاهرة، وكل واحدة من عندهم هذه التقسيمات. التقسيم الثاني للنباتات هو تقسيمها حسب العمق اللي تعيش به، يعني حسب عمق الماء. يمكن أن نقسم النباتات المائية حسب عمق المياه أو المنطقة التي تنمو أو تعيش فيها. فمثلا تقسم إلى أول النباتات المياه العميقة ديب ووتر، إحنا ما يزاد لفت جهد الهواء. رأسا أقول هي نباتات تعيش على عمق 3 متر أو أكثر، وتكون غاطسة عادة. من أمثلتها راح ناخذ نوفية، نوفاب، وتماجيتون، بوليسنيريا، حشائش البحرية أو الأدغال البحرية. النباتات المياه الضحلة شلووتر هي نباتات هنا عاشت من 3 متر أو أكثر، هنا من 1 إلى 2 متر، وتكون غاطسة أو طافية مثل نبات الأتريكولاريا والسيراتوفيلم والإيلوديا. نباتات الشواطئ الضحلة الشلو شور ووتر هي النباتات اللي تعيش هنا من 1 إلى 2، اللي أقل من 1 أسميها نباتات الشواطئ الضحلة، وهي عادة مثل الاسم بلنتاغو كواتيكا وأنواع من جسر ساجيتاريا. النباتات الأخرى هي نباتات الضفاف أو الحواف المارجنال آخر شيء، وهي النباتات التي تنمو بالأماكن المستنقعة التي تعيش بالقرب من الماء مثل التايفة والقصب والصفصاف. النباتات الطافية الطليقة كلها خليناها بمجموعة بحدها، وهي النباتات اللي تعيش على سطح الماء أو بالقرب أو قليلا تحت سطح الماء مثل العدس المائي، الإيكوهورنيا غراسيباس، وإشبينيل، والسالدينيا ناتانس. الأمثلة حتى لو نحفظ من عدها 2 من كل مكان كلش كافي، كلش كافي. أول 2 كلش كافي. إذا هنا حسب العمق المياه راح أشوف إنه النلفية إحنا شلنا بالمجموعة الأولى أو بالتقسيم الأول خليناها ضمن النباتات الطافية، لكن هنا وضعناها ويا البوتانيكيتون ويا البارسنيريا، وهي النباتات اللي تعيش بعمق 3 متر. نباتات اللي تعيش بعمق 1 إلى 2 متر نسميها نباتات المياه الضاحلة مثل الأتيكيولا والسيراتوفيلا. نباتات الشواطئ الضاحلة اللي تعيش أقل من 1 متر مثل الألسن بلنتاغ وكواتيكا. أما نباتات الضفاف اللي تعيش بالقرب من المياه أو الأماكن المستنقعة وفي الأماكن المستنقعة والأطراف مثل التايفا وفرمايتس. والنباتات الطافية وهي النباتات اللي تعيش حرة طليقة على الماء، وهي تشمل جميع النباتات الطافية مثل اللبنة الحرة، إيكوهورنيا غراسيباس، سالفينيا وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.